مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في 24 قرات. وصلنا إلى فقرة قضية الأسبوع أو قضية البرنامج. موضوع مهم جدا، معسكرات الممتحنين إذا كان أساس أو شهادة ثانوية، ما بين رهق الطلاب أو التلاميذ، وما بين أو ما بين الضغط على الطلاب وما بين رهق الأسر. حنشوف رأي المختصين في هذا المجال مع ضيفنا داخل الاستوديو، استاذ منيب عبد العزيز، مختص في تطوير التعليم. مرحبا بك استاذ منيب، اهلا وسهلا بك في 24 جرام. شكرا، جزاك الله خير، اهلا بكم. المعلمين طبعا او المدارس يعني يتعودوا او عودونا او درجة على اساس انه هو يكون في معسكرات خاصه في النهايه. نشوف رايك بدايه عموما بصوره عامه في المعسكرات. طيب بسم الله. المعسكرات هي طبعا ظهرت كمفهوم انه المدرسه انتهت من المقررات الدراسيه وتبقى فتره طويله للامتحانات. فانا بجهز الطلاب، اجهزهم اعدهم للنظام بتاع الاختبارات. فهي ظاهره في مرحلتين، يعني السابق بنقول الثامنه والثالثه سنه. فظهرت يعني ما عندنا الا سنه اولى اساس ولا ثاني اساس ولا دل، عندنا الاثنين ديل ومرات قد يسموها الاسناد الاكاديمي. بس بتفرق شويه كده، ان الاسناد الاكاديمي مرات بيكون اقل من حيث الضغوطات. فظهرت المفهوم ده، والمفهوم قد طبقوه المؤسسه زي المدرسه كامله. او قد تكون مجموعه من الاساتذه اتفقوا كجروب يعملوا معسكر. الطالب انتهى من مقرراته، حجيو انه انا داير اقدم، داير اشوف المحتوى بتاعي دي بطريقه ملخصه. في نفس الوقت بطريقه تماثل الامتحان. فبيجي المعسكر وبيكون بجدول وحيتابع حسب الجدول عنده. في نوع اللي قلنا داخل المدرسه ده طبعا حيدرسوا نفس الاستاذ اللي كان درسه سابقا. ايوه. حيدرسون بنظام بيسموها اوراق العمل. المقرر كله في 6 أو 7 صفحات. بيكون مختصر او مضغوط. بالضبط. الزول مشي المعسكر خارجي حيلاقي استاذ جديد، حيتعرف على نوع مختلف عن طرق مختلفه. ايوه. الاثنين الاستفاده بتكون دائما للطالب اللي بيكون متابع. يعني لو الطالب ده قلنا معلش هنرجع شويه كده نقول المنهج كله، معلش انا هعيد، المنهج عنده عناصر، منها المحتوى التعليمي اللي بيشوفه الطالب، ومنها التقويم بتاعه او بنسميها اساليب التقويم. فاساليب التقويم عندنا لما نقول تقويم معناه في المفهوم السوداني الامتحانات. ايوه، ما في غير الزمن بتاع الامتحانات. بالضبط. اساليب التقويم معناه امتحان، ده المفهوم الضيق عندنا. فالتقويم عندنا احنا في المرحله عندنا انه هو غايه ايوه، وليست وسيله. تنجح انت شاطر، ما تنجح انت شيء اخر. ده بيعمل ضغط طبعا. ما دام هو غايه الطالب مركز في شنو؟ في الامتحان. فعنده طريقين عشان ينجح، انا حجيك للموضوع بتاع المعسكرات. أيوة. الطريقه الاول انه يغش. الغش تمام. هو غايه عشان ينجح في طريقه غش. وده ظهر لتفشي الغش حتى الالكتروني فيه. النوع الثاني يشوف حد ماشي في الطريق بتاع التدريس، يعني زول عارف الطريق بتاع القرايه. فبيجيك هنا النظام بتاع المعسكرات اللي هو انت قصدك ممكن يكون طريقه تجاريه او حاجه، يعني طريقه لكسب الزمن. هي هم هو داير يكسب الزمن ويكسب الملخصات في اي حاجه. ايوه. وهم بيقوم بيرفعوا شعار نحن طريقك للنجاح. طبعا احنا لا نعمم كل الكلام ده على كل المؤسسات طبعا، ما كل ال ايوه. فظهر الظاهره دي المعسكرات، وكانت في البدايه بسيطه لكن الان اصبحت شبه رسمي الثانوي والاساس. الزول اللي بيخش كما قلنا ده الزول يعني الزول مستواه جيد. حتى الزول مستواه جيد ده
بيصل غالبا البيت بيكون خلاص انتهى تماما من الذهن بتاعه، لانه ما يقدر ثاني يتابع. صحيح. لانه حيشتغل للساعة 4 او مرات للمغرب، بيكون مرهق جدا، ارهاق عقلي ونفسي وبدني، نفسي وجسدي. ده الزول مستواه جيد. نجي للثاني، ده حيخش مقارنة ب الطلاب، يعني مثلا هو مستواه نقول مقبول، اولياء الامور قال له امش خش المعسكر. المعسكر دخل المعسكر، تفاجأ بمستوى عالي جدا. طبعا المعسكر هو بيديك الاساسيات. انت الان عندك مشكله في الرياضيات، انا هنزل لتحت هشتغل معك امتحانات. فاول ما يخش المعسكر ويجي مارك، فعنده حلين، وفي الغالب الحل الاول هو اللي بيحصل، يحصل له احباط تام. انه هو اقل من اقرانه او كده، وعنده مشاكل وما قادر. ايوه انا معك. وللاسف ممكن يعني اساتذه او اقرانه يحسسوه بالحاجه دي، بانه انت اقل. صح. دليل على هذا في معسكرات بتصنف الناس، انت تستحق او لا تستحق. طبعا نحن لا نعمم الكلام هذا. فدل ده النمط بتاع، شوف المشكله كلها كانت شنو، انا داير انجح فقط. ويمكن النقطة دي خلينا نذكر نقطة مهمة جدا في انه في تصنيف الطلاب، للأسف يعني دي من النواحي السالبة في عدد من المدارس، بتصنف العشر الأوائل في المدرسة مثلا، أو تميزهم عن الأقران ممكن يكون أقل منهم، مستواهم مقبول أو كده، في فصل براهم وديل في فصل براهم، بيركزوا مع ديل وديل بيكون التركيز معاهم أقل، فيمكن دي نقطة سلبية جدا. فهي جودة، كلام صحيح، هي جودة التعليم عندنا، جودة المؤسسة التعليمية. المؤسسة التعليمية عدد الناجحين فيها عالي، هي المؤسسة الجيدة عندنا. دي المقياس عندنا بتاع الجودة عندنا نحن في بالنسبة للآباء والأمهات. فدي بيقول لك فيها 5 أنفار خشوا في 100 لوائح، فيها 10 أنفار. فالمؤسسات عانت الموضوع ده وأصبحت تنظر إنه الطلاب ديل سلعة. للأسف. تمام، ما كلهم طبعا، ليس على انه زي ما قلت نقطتك الجبال، انه الامتحان بقى غايه. أيوة. ما وسيله، الامتحان بقى غايه. فحتى ولو اجتاز المرحله بدرجه عاليه مثلا خش الثانوي، طبعا النظام السابق هو النظام بتاع تلقي، بديه اي حاجه جاهزه. فلما تيجي الثانوي يكتشف انه افترض براوك الذاتي يشتغل، يعتمد الطالب على نفسه، بينهار. يعني عارف كثير ناس جاوا 280 270 في الثانوي، مستواهم نزل. ليه؟ لانه هناك شايلينه على اكتف الراحه. ايوه، في الفتره بتاع الثامن كان مهتمين به اهتمام كبير، اي حاجه بيوفروها له وبيركزوا معاه، وحتى ممكن يذاكروا له في البيت الاسر. لما نيجي الثانوي مفترض يعتمد على نفسه، ما قادر يعتمد. صحيح. على نفسه، لانه انت ما عودته انه يعتمد على نفسه. بالضبط. والعكس اما نفس الموضوع ما اسمه الثانوي للجامعه، نحن نعرف طلاب جو خشوا الجامعات بمستوى عالي، لكن انهار في الجامعه. هي نفس الفكره، وجد الجامعه نفس الفكره حاجه ثانيه. فهي حاجه جيده لو نحن الان كمنهج غيرنا في النمط بتاعنا، النمط بتاع التغييم، والنمط بتاع الاسر نفسها، الهاله الاعلاميه اللي بنعملها للطالب ده. على ذكر الأسر يا أستاذ منيب، عفوا للمقاطعة، يعني التنافس بين الأمهات في أنه والله ولدي حيكون أشطر من ولدك أو كذا، حتى لو كانت بصورة غير مباشرة، أو أنت كولي أمر تنقلها للطالب، والله لازم تكون أحسن من فلان، يا ترى مدى ده ممكن يعمل ضغط كبير على الطالب المسكين ده. يعني هم الضغط هو نفسه ذاته بالمناسبة، هو من غير يقول له يكون حاسس بالكلام ده ووصله، والدليل انه يوم النتيجه ما يعرف يمشي وين. بالضبط، يعني دي مشكله اجتماعيه، يعني يقول لك والله يا اخي بعدين ما توري درجتي لفلان الفلاني، او لانه انا ما عايز زول يعرف درجتي حتى لو كان ناجح. صحيح. تقول لانه بتحصل مقارنات بين الدرجات. صحيح. يعني ولدي انا مش منك وين؟ انا اقعد ثاني مع النسوان كيف؟ ايوه، دي كارثه يا جماعه. يا جماعه يا ريت ننتبه للنقطه دي، يعني ده في النهايه حتى لو وصل 18 سنه هو طفل، فياريت نراعي للجوانب النفسية، وزي ما قال أستاذ منيب ما نخلي الامتحان هو
يعني غاية، والامتحان هو وسيلة. حتى دوليا نحن متأخرين في قصة إنه دولي أو على المستوى الدول الثانية الامتحان ما غاية. يعني هي الامتحان حتى لو كنا قاية ما بكون واحد تقيس لي بامتحان واحد، ده من الذات والظلم. في قدرات في الطلاب عندهم قدرات ثانية. أيوة ده من الظلم، المفروض توزع. طبعا عندنا نحن في الأهداف التعليمية عندنا أهداف معرفية عندها علاقة بالمعارف، في أهداف عندها علاقة بالويدان، في أهداف نفسي حركية أو انفعالية. فالامتحان ذاته بيوضع بيحاول يقاس أشياء بسيطة جدا، حتى في المعرفية مقسمة. يعني عندنا أول حاجة الحفظ، فوق له تذكر، بعد شوية حنجي للفهم، بعد شوية التحليل، التركيب، التقويم. فنحن مركزين في الاثنين التحت اللي بنسموها مهارات الدنيا في المعرفة. الحفظ. حتى بنقول الأستاذ الشاطر هو اللي بيلقن الطلاب تلقين جيد. يقول لك الأستاذ ده بيطلع الطلاب حافظين. محتاجين لمراجعة كبيرة جدا في طرق التدريس، في المناهج، ودي محتاجة لحلقات. لكن خلينا نركز برضو على الجانب اللي أنت مختص فيه، التعليم الإلكتروني. يعني الحلول والبدائل للمعسكرات من خلال التعليم الإلكتروني وخطوات الاستفادة من التعلم الإلكتروني. طيب بعد ظهور الجائحة دي طبعا المفهوم ده خلاص أصبح ما يحتاج يتحدث عنه. التعليم الإلكتروني كمفهوم بسيط، نستعمل التقنية، طبعا ده مفهوم ضيق، نستعمل التقنية في توصيل المحتوى التعليمي للطالب أو تصميم المحتوى التعليمي أونلاين الاثنين. من أجل النمط للنوعين منه، يعني إما متزامن اللي هو الأونلاين ده أو غير متزامن محتوى محفوظ أو النوعين. في مؤسسات تعليمية بقت خاصة مع الجائحة دي بقت ماشية بيهم. الجانب الأول الأونلاين إنه المتزامن إنه يدخلوا هم كلهم في زمن واحد يتواصلوا يتفاعلوا ثم يخرجوا. العيب بتاعه طبعا إنه مشاكل الإنترنت والشبكة والقصص دي. لكن ميزته تفاعل. الأستاذ قاعد والطلبة قاعدين في تفاعل. ودي وما بيحوجك إنك تمشي مدرسة أو يعني أو تمشي مركز أو كده، بكون من البيت يعني. جيتيني المقارنة، حنجي شوية المقارنة دي. النوع الثاني الغير متزامن. إنه يدخل ويلقى الحصة تم تسجيلها. ايوه. تمام؟ ويحضر في زمنه. وبعد ذاك يرسل للأستاذ والأستاذ متى يفضى. جميل. يرد عليهم. في نوع هجين. بين الاثنين. المدمج. وده شغالين به الآن. يعني أقول لك معظم الحصص غير متزامن، لكن في الأسبوع عندنا جلسة أونلاين. ايوه لابد يعني لابد انا اشوفك عملت اشنين اقيسك كيف. دي الفكره بتاعت التعليم الالكتروني. وادواته كميه، منها الفصول الافتراضيه مثلا، منها الاختبارات الرقميه، منها الانشطه. فخلينا نفس الكلام اللي بتقولي فيه، تعالي تعملي مقارنه بين الاثنين. هل ايهما ما نحن الان، هل هو اداه يغلينا من المشكله دي ولا لا؟ نقارن بين مثلا في الوقت، هل التعليم الالكتروني هو وفر لنا وقت؟ معناه هناك الطالب مستهلك استهلاك كامل بالنسبه للوقت. هل هنا بيستهلك الوقت؟ بنلاحظ انه هنا هو كوقت متوفر له اكثر، يعني خاصه نحن عندنا اوقات تهدر في مواصلات، في اشياء ثانيه. صحيح. فهنا في وقت متوفر اكثر. حتى بالنسبه للمعلم الوقت متوفر له، يعني دائما بيقول لك الاونلاين بنشتغل مساء. ليه؟ بيكون الزول هدا كده واشياء زي دي. ايوه روق من الجوطه بتاعت اليوم وكده، بنشتغل بالنسبه للوقت، فبوفر له وقت للمعلم وللطالب. احنا ذاتنا الظروف الحاصله في البلد دي، فاونلاين افضل اذا كان يتوفر الانترنت والشبكه بصوره كويسه. يعني البنيه التحتيه مهمه، لكن دائما هي ما عيق اصبحت الان في كثير من المكان. المقارنة الثانية، خلينا نفكر في العائد المادي أو الربح أو الخسارة. بالنسبة للطالب بيصرف كم في التقليدي؟ في التقليدي؟ أيوه. كم كبير طبعاً. في الأونلاين ما يقارن بذاك نهائياً، ما يقارن نهائياً
بالعائد بين الاثنين. الجانب بالنسبه للاستاذ برضه في التقليدي بيصرف اكثر اكثر، هنا هو محتاج جهاز، محتاج اشياء بسيطه كده، بيحاول دائما. الطرق التقنيه هي بتكون عندها مميزات اكثر من الطرق التقليديه. الجانب المقارنه الثالثه نقارن من حيث البيئه. يعني المعسكرات دي مشكلتها ازدحام، الازدحام ازدحام، وقد تكون في سخانه، قد تكون في اشياء. تعال بين هناك قاعد رايق ومروق وفي غرفتك، بيتك قدامك، مرتاح نفسيا، عصيرك جنبك وحياتك جنبك. ايوه. بالنسبه لاولياء الامور المتابعه، ايوه والله الولد مشى مشى ولا ما مشى، هو ما عارفه هو مشى ولا ما مشى. ايوه هنا هندا قاعد هنا قدامك، فالمتابعه هنا لها اثر. نجي ثاني في المقارنه بين حيث التغطيه. هنا بيغطي لها كميه بسيطه، هنا الاستاذ ممكن يغطي ولايات. صحيح، ولايات يستفيدوا منه. كلهم بيكونوا اونلاين. ايوه، فلاحظوا المقارنه يعني كبير. احنا لدينا لكل واحد كم من 10، نلقى التقليدي بياخذ في حدود 20 من 50. بس يا ريت تتوفر البنيه التحتيه استاذ منيب. هي البنيه التحتيه يعني هي ما عائق كبير، بالقدر ما انه المعلم نفسه يتم تعديله. بمعنى في معلمين يقول لك لا 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 ما بينفع معي الكلام ده. لا ليه؟ لانه هو خايف منه. البنيه الان انا ما اقول هي 100%، لكن حتى التوفر بتاعها في كميه من الاساتذه او بسيطين هو اللي عندهم الدافعيه انهم يخشوا فيه. نعم استاذ منيب، طبعا مشاكل التعليم كثيره جدا، والله انت اديتنا معلومات مهمه جدا، نتمنى انه نلاقيك ان شاء الله في مساحات افضل عشان نتكلم اكثر، لانه ده اساس التقدم لاي بلد يعني التعليم، فمفترض نصل لنتائج ايجابيه ان شاء الله. نحن نشكرك جدا وان شاء الله نلاقيك في مساحات ارحب. مشاهدينا بعد الفاصل حنواصل معكم ونصل لفقره ركن الفنون.